يعبر عن متضاربة بشكل كامل. التقى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي برئيس إقليم كاتالونيا آرتور ماس الأربعاء في العاصمة مدريد من أجل التباحث حول مسألة الدعوة إلى استفتاء تقرير مصير هذا الإقليم الإسباني الشمالي مصيره في 9 من شهر نوفمبر/2 المقبل من أجل استقلاله عن بقية البلاد. أرؤى متضاربة لأن راخوي يعارض بشكل قاطع استقلال كاتالونيا ويعتبره غير دستوري، فيما يصر آرتور ماس على ضرورة انفصال إقليمه عن مدريد مما يجعل فرص التوصل إلى توافق شبه منعدمة. الحوار بين الطرفين بهذا الشأن طيلة العامين الماضيين لم يكن مثمرا، غير أن وضع الاستقلال آرتور ماس في هذه المرة صعب بسبب شبهات الفساد التي تحوم حول عائلة بوجول، إحدى أبرز أقطاب النزعة الاستقلالية الكتالونية التي فجرها إعلان رائد القومية الكتالونية جوردي بوجول ذو 84 عاما ورئيس السابق لإقليم كتالونيا تهريب الثروة الموروثة عن والده إلى خارج إسبانيا من أجل حماية مستقبل أسرته. كتالونيا تعتبر نفسها ضحية توزيع غير عادل للثروة القومية الإسبانية.